الله. بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرتنا طلاب اليوم بعد ما أكملنا الموضوع السابق اللي هو طرق الخزن المتبعة في تخزين الغاز الناتشرال غاز أو الغازات الأخرى المنتجة من عنده، سواء كان الـ LPG أو الـ LNG أو الـ CNG، الغازات الأخرى سواء كان غاز البروبان فقط البيوتان، المهم طرق الخزن، وكان التركيز بالدرجة الأساس على طرق الخزن الاستراتيجي. الآن وصلنا إلى مرحلة اللي هي الموضوع يتناول طرق النقل، يعني بعد ما تم الإنتاج للغاز، وأيضا أنتم بالمرحلة الأولى أخذتوا طرق المعالجة من التجفيف والتحلية إلى آخره، ثم بعد ذلك وصلنا إلى مرحلة طرق الخزن، نجي إلى مرحلة نقل الغاز. Transport of LPG by truck and rail trucks. طبعا هنا التركيز على الـ LPG، لأن احنا عندنا بالعراق أكثر شيء نتعامل به هو الـ LPG، وإلا هو هناك أنواع أخرى من الغاز موجودة عالميا، على سبيل المثال الـ LNG يستخدمونه بكثرة، على سبيل المثال CNG أيضا نفس الحالة يتعاملون به بكثرة. مستقبلا ربما انه متوقع وقسم من هذه الغازات بدأت تدخل للخدمة في العراق، من ضمنها غاز السي ان جي، يعني لتجهيز السيارات اللي تعمل بوقود الغاز على طريقة تغذيتها بغاز السي ان جي. فعمليات التخزين وعمليات النقل ممكن مستقبلا راح تدخل عندنا في الخدمة فيما يخص هذه الغازات الاخرى. عموما فتلاحظون دائما التركيز احنا عندنا بالعناوين على الـ LPG، لان احنا عندنا بالعراق نتعامل مع غاز الـ LPG. الخزانات التانكس هنا أنا يقصد بها شنو يا خزانات؟ خزانات المتنقلة، يعني اللي هي راح تثبت على الشاحنات، تثبت على سكك القطار، تثبت على السفن. تانكس هذه الخزانات are designed، يتم تصميمها with different capacities في سعات مختلفة. Fixed on tracks or railway tracks or ship and to provide all the supplies should be available to ensure the safety of storage, transport, loading and unloading. نقطة. شو يقصد بهاي الفقرة؟ انه هذه الخزانات او الأوعية الضخمة اللي تستعمل في عملية نقل الغاز هي عبارة عن خزانات تصمم في سعات مختلفة، يتم تثبيتها على tracks شاحنات، وسائل النقل الشاحنات التريلات، أو railway tracks على عربات سكك القطار، أو ships هنا، أو ships أو على في سفينة أو في السفن، واضح. And provide all the supplies should be available، ويتم تجهيزها بكافة المستلزمات. Supplies المستلزمات should be available، يجب أن تتوفر فيها. To ensure لضمان the safety of storage، لضمان سلامة النقل، لضمان سلامة النقل، وبعد لضمان سلامة أيضا شنو؟ To ensure safety of transport، لضمان سلامة النقل، بعد أيضا لضمان سلامة التحميل. And unloading التفريغ. فإذا هذه التجهيزات تضاف إلى هذه الخزانات المحملة على الشاحنات أو سكك القطار أو في السفن، تتوفر فيها عدة مستلزمات. هذه المستلزمات الغرض من عندها وتحقيق السلامة فيما يلي: أولا سلامة الخزن، سلامة النقل، سلامة التحميل، وسلامة التفريغ. شنو هي المستلزمات اللي يقولون بعدين نجي عليهم؟ ماشي. هسه المهم انه هاي الخزانات تحتوي على مستلزمات لضمان سلامة هذه الامور الاربعة: خزن، نقل، تحميل، تفريغ. واضح؟ واضح. جيد. هذه الشاحنات وهذه used the following capacities in Iraq. نستخدمها هذه النوع من انواع، تستخدم السعات التالية في العراق. من ضمنها اولا vehicles loads of 5 tons of LPG. The capacity of tank about 11 cubic meter used to distribute gas to consumer. هذا النوع من الشاحنات يكون الحمولة مالته 5 طن من الـ LPG، أو بالحجم تقاس 11 متر مكعب،
تستخدم لتوزيع الغاز على المستهلكين. مثل ايش؟ على سبيل المثال مثلا عندنا بعض المصانع، هذه بعض المصانع تحتوي على خزان، والخزان تطلع من عنده منظومة أنابيب تتوزع على أفران معينة مثلا أو على فد أجهزة معينة بحيث تحتاج اسمه. فالمصانع هو ما يجيب لك قنينة مال غاز ويظل كل ساعة تفرغ وش اسمه، فيسوون خزان كبير ويبدي يشتري غاز من شركات تعبئة الغاز بأحجام وكميات كبيرة مثل 5 طن. هاي مثلا على سبيل المثال المصانع. أيضا مثلا عندك بعض الأحيان مثلا بالجامعات، بعض الجامعات المختبرات دائما تحتاج إلى كميات من الغاز باستمرار، فيتم تجهيزهم بكميات من الغاز بالأطنان، واضح؟ حسب سعة المختبرات الموجودة. على سبيل المثال ملاحظين أنتم عندنا خلف القسم أكو عندنا خزانين، هذين الخزانين أيضا السعة مالتهم بالأطنان، يمكن سعة الواحد 0.5 طن تقريبا، فاثنين هنا يصير 1 طن. فإحنا حتى نمليهن 1 طن فنحتاج شاحنة تجي محملة سعة 5 طن تجي تطينا طن وتروح مثلا تجهز غيرنا بالكميات اللازمة. واضح طلاب؟ النوع الثاني vehicles loads of 10 tons of LPG that capacity of tank about 32 cubic meter used to the same purpose above. نفس النوع الأول ولكن الحجم أكبر 10 طن ويستخدم لنفس الغرض أعلى، يعني أيضا للمستهلكين، بس ربما أكو معمل صغير يحتاج 5 طن، أكو معمل ضخم يحتاج 10 طن. ما تفيد سالان يمي 23 نسوي 32 نسوي 23 دقيقة إيه لا صحيح العفو غلط 23 أي لان هو تقريبا ال بي جي كثافه 32 مكتوبه لا لا 23 بابا 23 استاذ علي فيلو لا 23 بابا شلون تعرفون هي بروبان وبيوتان كثافته تقريبا نصف كثافه الماء، تتذكرون هي لو ما تتذكرون هي تقريبا 0.5 او هسه راح نجيها احنا نستعرضها شوية الكثافات ماشي هسه راح ناخذها. فكثافه تقريبا نصف كثافه الماء باقل شويه نوعا ما، فمن تريد تحوله للحجم مقارنه الليكويد بالحجم فالطن طن واحد طن من الماء ايش قد يكون حجمه؟ 1 متر مكعب. فالعشرة طن يصير شويه اكثر من يعني الضربه في 2 وشويه اكثر لان هو نصف الكثافه. فتشوف الخمسه ايش قصار صار 11. بس عمر استاذ عمر يقول خلي يوافق الساعه جاي قدامه يلا. فاذا على النقطه رقم 2 تسوي تصحيح يصير 23 متر مكعب وايضا تستخدم لنفس الغرض. النوع الثالث trial slots of 20 tons 20 طن of LPG the capacity of tank about شوف هنا ايش قد راح تصير ضعفها وتزيدها شويه، يعني هاي ال 32 ضاعفها 23 تصير 46 واضح؟ فتصير 46 متر مكعب used to transport LPG between factories on port and export. هذه وين تستخدم؟ تستخدم لنقل الغاز بين المصانع، اكو مصانع ضخمه او قد تكون مصانع تعبئه الغاز، واضح؟ تجي الشاحنات تريلات مال الغاز تسوي عمليه تفريغ لغرض التفريغ امبورت اند اكسبورت، واضح؟ تاخذ الحمل منين؟ من المستودعات الرئيسيه مال الغاز وتوديها وين؟ الى معامل الغاز. النوع الرابع ريلوي تراكس شاحنات سكك القطار loss of 45 tons of LPG the capacity of tank about 100 cubic meter used to transport LPG between factories along the railway. هذا النوع من أنواع الشحن النقل يستخدم أيضا لنقل الغاز إلى المصانع ولكن إلى مسافات بعيدة، يعني مثلا تكون عندنا مستودعات
مركزية، على سبيل المثال كأن تكون هذه الموجودة في التاجي، تمر عليها سكك القطار، يودون الغاز لمن؟ يودون الغاز إلى محافظة بها 4 5 6 معامل، فما يودولها تريلات، يودولها بسكة قطار كاملة، واضح؟ وقد تكون هذه المعامل أيضا قريبة من سكك القطار، فيصير عملية تفريغ مباشر وهكذا. أو ربما قد تكون هناك مستودعات للغاز من يسمونه مستودع استراتيجي مال كل محافظة أو مدينة، أو يسمونه مستودع استراتيجي مثلا مال منطقة الوسط، منطقة الجنوب، منطقة الشمال. فالغاز من يجي؟ يجي مثلا من مناطق الجنوب بالدرجة الأساس، لأن معظم النفط عندنا ينتج في الشمال في الجنوب، فمعظم الغاز يجي من الجنوب حاليا، لأن احنا نعتمد على الغاز بالدرجة الأساس حاليا، اللي على الغاز المصاحب مع النفط الخام. فإذا هذا حتى أنا أنقله دفعة واحدة وبسهولة وبوقت أقصر إلى مناطق بعيدة، مثلا تكون في منطقة الشمال أو في منطقة الوسط، يفضل استخدام الأنابيب، هذا أحد طرق النقل. وأحيانا يفضل استخدام شنو؟ سكك القطار، فتكون العربات تحمل كميات كبيرة، 100 متر مكعب، فكمية كبيرة. سكة القطار تحتوي تقريبا على سبيل المثال ف20 قاطرة، أو قد تحتوي على 50 قاطرة، ومقاطرة من القاطرات العفو مقطورة، يعني مو قاطرة، واضح؟ فبالتالي كميات نقل تكون كبيرة جدا، يتم تفريغها في المستودعات اللي عادة تصمم قريبة على سكك قطار، ومن عندها تبدي توزيع على معامل الغاز باستخدام الشاحنات. فإذا هسه صار عندي 4 أنواع من وسائل النقل اللي احنا نتعامل بها داخل العراق، اللي هي الفايكلز 5 تنز و10 طن و20 طن، وسكك القطار اللي هي 45 طن. واضح طلاب لهنا؟ أولا احنا قلنا التانك الخزان، سعة الخزان يتم تحديدها مما يلي: to determine the capacity of the tank, follow the steps. عملية تحديد سعة الخزان تتبع الخطوات التالية، وهي 1 A B C 3 نقاط، D E F عندك هنا 6 نقاط. A the weight of gas to be carried in the tank، وزن الغاز الذي يجب أن يحمل في الخزان. To be carried in the tank، واضح؟ إيش قد وزنه يؤخذ بنظر الاعتبار؟ 5 طن، 10 طن، 20 طن، 45 طن. إذن سعة الخزان ونوع الخزان يتأثر بكمية بوزن المنتج اللي راح يدخل في الخزان. B the type of product to be carried and noun the density where the density of propane equal 0.508 and butane 0.580 and the density of LPG. راح ايش يصير عندك ال LPG بما انه مزيج ما بين البروبان والبيوتان؟ فاذا الكثافة مالته راح تكون وسطية ما بين كثافة البروبان وما بين كثافة البيوتان، وهي متغيرة على طول السنة، لان عمليات المزج للبروبان والبيوتان تختلف عن الصيف في الشتاء، واضح؟ فذلك شو يصير؟ يصير 0.2 إلى 0.6، هاي ال 0.6، واضح؟ بالصيف، هذا ال 0.2 تكون بالشتاء. ليش؟ كل ما تكون الكثافة أقل معناتها عندك بروبان أعلى، لأن ضغط البخاري أقل، فبالجو البارد تبخيره يكون اسهل. بينما البيوتان الكثافه مال ال بي جي تكون وسط، بينما البيوتان كثافته اعلى، فبالصيف بما انه درجه الحراره مرتفعه تساعد على التبخير، فنزيد البيوتان على البروبان، واضح؟ بما يتناسب مع مواصفات الاسطوانه بالعراق. وقلنا كثافته تكون وسطيه مال ال بي جي، هي تصير وسط، قيمتها وسط ما بين هذا ما بين هذا، ما تصير اقل من هذا وما تصير اعلى من هذا، هذا معنى الوسطيه. الكثافة على مو 0.5508 شو صار؟ هذا البروبان، إيه البروبان، إيه والبيوتان، شو صارت الوسط؟ 0.58 إيه هسه. وهنا شو صارت 20؟ وين هالعشرين بابا؟ هاي 25 0.25 بابا 0.52 إيه أدري.
يا الاكبر يا الاكبر يا الاكبر 0.52 لو 0.8 ب 1508 يا الاكبر. اي استاذ انا مو قلنا وسطيه لازم هي من 0.58 بابا. وسطيه مو معناتها مقسومه على 2 لل 80. وسطيه معناتها تقع قيمتها بين هاي الرقمين، يعني ما داخله هاي القيمه. ما داخله طبعا، لان هذا اذا يصير داخله معناتها فقط بروبان، واذا صارت الكثافه 0.858 معناتها فقط نيوتن. بس من تخلط ثقيل بخفيف شو تصير القيمه؟ تصير كثافه قيمتها تقع بين، يعني اكبر من كثافه الصغير واصغر من كثافه الكبير. واضحه؟ فاذا نوع المنتج اللي راح نخليه بالخزان ايضا يتاثر بمن ياثر لي على سعه الخزان، سواء كان فقط بيوتان او بروبان او هو ال بي جي اللي راح يكون مزيج من البروبان والبيوتان. 3 او سي calculates the volume، حسابات الحجم of gas in the standard temperature by the required weight and density. يتم احتساب الحجم، حجم الغاز المطلوب في درجة حرارة قياسية، واضح، مع الوزن المطلوب والكثافة المطلوبة. واضح؟ فش قد احنا هذا الحجم الوزن نريده؟ نريده وزن 10 طن. كثافة الغاز تحسب كثافة الغاز وفق المواصفات المطلوبة. ليش هنا الكثافة؟ لان اكو عندي خزانات ممكن تنقل لي فقط بروبان، وممكن تنقل لي ال بي جي، وممكن تنقل لي بيوتان. فشو يصير التصميم؟ يصمم على اساس انها ممكن تنقل كوزن ناخذ قيمه اثقل ما يمكن، وككثافه ناخذ كثافه اقل ما يمكن. واضح؟ حتى شنو؟ لان الكثافه تاخذ حجم الماده القليله، الكثافه تاخذ حيز اكبر، حجم اكبر، فما راح تصير عندنا مشكله بالحجم. وبالنسبه للوزن ناخذ حساباتنا على اساس شنو؟ اثقل منتج. فبالتالي لما ناخذ حساباتنا على اثقل منتج راح نحسب حساب الوزن الثقيل، فما راح تصير عندنا مشاكل بالوزن. فاذا calculate the volume of gas in the standard temperature by the required weight and density. D correct volume calculate، يتم تصحيح او تصحيح الحجم المحسوب above اعلاه في النقطة C to the maximum temperature، مع درجة الحرارة العظمى accepted for product to reach when its expansion from the standard temperature to the degree. هنا يتم حسابها على اساس درجة الحرارة القياسية. بعد ما حسبوا على اساس درجة الحرارة القياسية يرجعون يفترضون الفرضية الأخرى، مو فرضية وإنما واقع حال بالتطبيق، إنه ماذا لو كانت درجة الحرارة هي أعلى من الستاندر؟ يعني إيش قد درجة الحرارة العظمى اللي ممكن توصلها حرارة الخزان أثناء النقل على مدار السنة؟ فمثلا توصل عندنا بالعراق يفترض يفرضونها إنه توصل 65، ومع ذلك بعض التصاميم يفترضونها إنه إيش قد تصير؟ يفترضوها تصير 70. واضح؟ هذه كلها ليش يسووها هالشكل؟ حتى يضمنون سلامة عملية النقل وسلامة الخزن. فإذا يصير عملية تصحيح للحجم مع احتساب درجة الحرارة العظمى. ليش هنا مع درجة الحرارة العظمى مع الغاز؟ لأن تعرفون أنتم الغازات كل ما ترتفع الحرارة شو يصير بحجمها؟ يزداد. وكذلك ضغطها شو يصير به؟ يزداد. فيزداد عندك حجمها تتمدد وضغطها، والضغط هو شنو سببه؟ ارتفاع الضغط نتيجة تمدد الغاز، يعني زيادة حجم الغاز فيتولد عندك ضغط أيضا. نقطة اللي بعدها volume calculate above must be not exceeding 97% from the capacity of the tank. يعني بعد ما يتم حساب الحجم المطلوب يرجعون شو يسوون؟ هذا الحجم المطلوب يطون بسماحية بحيث انه يجب ان يكون 97% من قيمة الحجم الخزان الحقيقي. يعني ورا ما سووا هاي الحسابات في النقاط دي وسي واي فوق وكملوا وجدوا الحجم المطلوب، شو يسوون؟ يضيفون 3% اضافة على الحجم. فشو يصير عندك حجم الخزان اللي حسبناه بالبداية؟ يصير 97، وضفنا عليه 3% يصير 100% الحجم النهائي. هاي الفائدة معناتها شنو؟ ليش يسوون 97%؟ من يجاوبني؟
صار خو خلي 100. شنو نخلي 100؟ انفجر خزان. اسوي النسبة 100%. جيد، خو السؤال، ليش ما اخلي 100% وعوفه هالشكل؟ انضغاطية بابا، التمدد في الغازات مو مثل التمدد في السوائل. فإذا طلابنا النقطة الفوليوم، النقطة اي الحجم، لازم هذا الحجم اللي حسبناه في النقاط اعلاه يكون بنسبة 97% من الحجم الكلي، يعني راح يصير اكو اضافة مقدارها 3%، والغرض هو شنو؟ لأغراض السلامة. زين. The best way of numb the loads of truck، الطريقة المثالية الأفضل لحساب الحمل مال التراك is the weight، هو الوزن، بواسطة بونتيوم بالانس. بواسطة بونتيوم بالانس، بونتيوم بالانس هي نوع من أنواع الموازين، نوع من أنواع الموازين اللي نتعامل بيها. هذه صورة خزان، العفو صورة ميزان. ميزان تصعد علي الشاحنة ومن خلاله يتم احتساب الشاحنة، يعني الشاحنة تجي وفق شيت خاص، هذا الشيت يوثق وزن الشاحنة وهي فارغة بدون حمولة، ثم يوثقها وهي مع الحمولة. هذا الشيء يسمونه، يسمونه بالبريدج بالانس. هاي هنا الصورة، ما ادري جاي تشوفوها طلاب، شوفوا طلاب. هذه هنا ورا ما تصعد الشاحنة مثلا، الحمل يصعد على هذا البريدج، هنا عندك شاشة راح تقرأ لك ايش قد مثلا الوزن، كيلو جرام، كيلو تقريبا ميزان مال الوزن، هو ميزان يعطيك مثلا، يقول لك الحمولة 8800، هذه بالفترة الأخيرة حتى السائق يعرف ايش قد الحمل والوزن، وتصير اكو شفافية بالقراءات. يخلون كاميرا تسجل من بعيد، لأن مرات يصير اكو تلاعب بالأوزان من قبل صاحب الميزان وبالاتفاقية يعني بين ابو التريلا وش اسمه، فهذه بعد ما بيها مجال. هذه واكو كاميرا توثق القراءات وترسلها إشارة لاسلكية كل قراءة تؤخذ، فيصير عندك يعني محاولة يعني معالجة مشاكل الفساد اللي جاي يصير. هنا هذا الويت بريدج هو نفسيته يسمونه، هذا تشوفونه هو عبارة عن جسر أو مصطبة معينة معدنية خاصة محملة على حساسات خاصة. هذا هنا مثال يكتب لك اللود سيل اللي هي خلية الحمل اللي هي تتحسس الوزن، فتدخل عندك الشاحنة محملة بالوقود، طبعا أكو شيت خاص بها بوزنها وهي فارغة، ثم بعد ذلك يعني تدخل المستودع وهي فارغة يوزنوها، تتحمل وترجع من جديد، توقف على الميزان من جديد ويوزنوها من جديد، فرق الوزنين يمثل لك وزن الحمل. واضح؟ نعم سعد. هذا هم يصير بها ضياع أثناء النقل؟ يصير ضياعاتي، وتأخذ بنظر الاعتبار الضياعات. فإذن اكو هناك عوامل اساسيه تدخل في تصميم الخزان اللي هي هاي ذكرناها قبل شويه تدخل في الحسابات. نجي الى النقطه الثانيه. هسه بالبدايه قلنا النقطه الاولى في عمليه تصميم الخزان وتحديد اختيار الخزان هو الكاباسيتي، انا ايش قد اريد كاباسيتي السعه مالتي، انا اريد مثلا سووا لي خزان ابو ال 100 طن، سووا لي خزان ابو ال 10 طن، ابو ال 20 طن وهكذا. النقطه الثانيه تدخل في حسابات الخزان اللي هي temperature، design temperature، درجة حرارة التصميم. تحديد درجة حرارة التصميم بالخزان يعتمد على من؟ يعتمد على درجة الحرارة العظمى الماكسيموم اللي هي وين تصاحب شو اسمه الصاحبة أثناء عمليات النقل. واضح؟ في وخصوصا في درجات في فصل الصيف، في ذروة الصيف. وبعد أيضا تدخل في الحسابات درجة الحرارة الدنيا، أوطأ درجة حرارة. هذان درجتين جدا مهمات يدخلن في حسابات الخزان. فالنوع الأول determine the maximum design temperature، تحديد درجة الحرارة العظمى الخاصة بالتصميم. Base تعتمد on the highest degree، the أعلى درجة حرارة for a product to reach inside the tank
which is less than the degree of the surface. اللي تعتمد على درجة الحرارة based on the highest درجة على أعلى درجة حرارة للمنتج to reach inside يصل في داخلها. أعلى درجة حرارة ممكن يوصلها المنتج وهو داخل الخزان. The tank which is less than واللي عادة شو تكون هاي درجة حرارة is less than the degree of the surface تكون أقل من درجة حرارة السطح. That exposed اللي يكون متعرض المن to the direct sunlight إلى أشعة الشمس المباشرة. ليش درجة الحرارة تكون منخفضة عادة أقل من درجة حرارة السطح؟ Because the temperature in the center of the tank درجة الحرارة في مركز الخزان is lower than that on the surface. نقطة. وضحت هاي طلاب؟ تهمتوها؟ زين. هو أنا شو يقول؟ يقول دائما درجة حرارة البرودكت داخل الخزان أقل من درجة حرارة سطح الخزان. ليش؟ مع العلم أن السائل في حالة تماس مع سطح الخزان. الجواب يقول له لأن درجة حرارة الخزان من المركز يعني البرودكت في قلب الخزان درجة حرارته تكون أقل بكثير من درجة حرارة السطح، فبالتالي السطح دائما كل ما يسخن برودكت شو تكون درجة حرارته؟ أقل من درجة حرارة السطح. The design temperature set is possible 70 centigrade. عادة the design temperature set is possible ممكن تكون شنو 70 centigrade on 65 centigrade for a product. يعني نفس يفترضون انه درجة الحرارة هي 70 ودرجة حرارة 65 المن للبرودكت، فيتم افتراض درجة الحرارة 65 للبرودكت، فإذا تكون درجة الحرارة 70 و65 للبرودكت. بالتصميم هكذا نفترض انه الديزاين تيمبريتشر هي 70 and 65 سنتيغريد فور برودكت للمنتج. الدرجة الحرارة الاقل الواطية the minimum is temperature based on lowest temperature can be reached and that is minus 8 centigrade as recorded in the weather forecast department and also taken into consideration the degrees of temperature at evaporation of a product or freezing on the surface of the tank. Therefore, the minor design temperature is minus 20 centigrade. شنو معناها هذه؟ The minimum للtemperature تعتمد على يمن على أوطأ درجة حرارة ممكن يوصل إلها الجو. يتم تسجيلها عن طريق قسم الأنواء الجوية. Forecast Department قسم الأنواء الجوية. Weather Forecast Department أنواء forecast weather جوية. واضح؟ فخلال النشرة الجوية إيش قد درجة الحرارة ممكن تصل؟ minus 8 أعلى أوطأ درجة حرارة ممكن مسجلة عندنا minus 8. فعلى هذا الأساس يتم احتساب أنه درجة الحرارة هي راح تكون minus 8 centigrade. جيد. زين، بما أنه تتعامل مع منتج سائل خفيف جداً وموضوع بضغط جدا عالي داخل الخزان، فهذا الخزان راح يكون بتبخير. التبخير ما بما انه خفيف وبسرعه يتبخر، عمليه التبخير تحتاج طاقه. السائل حتى يتحول من ليكويد الى فيبر يحتاج الى طاقه حراريه. هاي الطاقه الحراريه البخار من يتبخر من راح ياخذها؟ راح ياخذها من الليكويد. والليكويد من راح ياخذها؟ راح ياخذها من الجدار. واضح؟ يريد يمتص حرارة حتى يتبخر، فبالتالي راح يؤدي إلى انخفاض درجة الحرارة بسبب تبخر السائل في الخزان. هاي العملية نتيجة التبخر راح تفرض على المصمم أنه يخلي درجة الحرارة ضمن حدود معينة اللي هي الحدود التصميمية اللي هي ماينس 20 سنتيغريد، وبالتالي الخزان راح يكون في
في حالة وضع أمينة في حالة انخفاض درجات الحرارة، لأن بالانخفاض الشديد المعدن شو يصير بي؟ يصير بي تقلص. هذا التقلص الشديد ممكن يسبب لك عيوب، وخصوصا في مناطق اللحام بسبب البرد الشديد يتقلص. يجي عندك صيف يتمدد، يجي عندك شتاء، وإن كانت الفترات متباعدة، لكن إذا كان أكو عيب موجود واضح فبهذا التمدد والتقلص وبديت درجة الحرارة راح تظهر هذه العيوب. وعليه فالمصمم يجب أن يأخذ بنظر الاعتبار أنه أوطأ درجة حرارة يجب أن تكون يتحمل ماينس 20 سنتيغريد. هاي طبعا إحنا جاي نحكي لكم شنو؟ نحكي لكم ضمن الظروف العراقية، ضمن ظروف الأجواء العراقية، بحيث أنه هاي الدرجة الحرارية ممكن تنجح عندي في أبعد نقطة أو أبرد نقطة موجودة في العراق. وهكذا، وين أبعد أبرد نقطة موجودة عند العراق؟ أصعد وين؟ على جبل سنجار، بدهوك، وين موجودة؟ فإذا المفروض شو تكون؟ تكون يتحمل درجات الحرارة الموجودة هناك. زين استاذ، هذا المصب الثاني يروح عند الانذارات؟ لا ما يروح بابا، انذارات تنحسب من بدايه السنه لا نهايه السنه. نجي للنقطه الاخرى، اللي هي النقطه الاخرى، خل اشرح لكم اياها. النقطه الاخرى اللي هي ديزاين بريشر، الضغط التصميمي. تانكس اوف اول كارز او تراك او فايكلز have been designed depended on the load amount of propane product at 65 centigrade. الضغط المعتمد في عمليه التصميم بالخزانات have been designed depended on the loaded amount of propane product at 65 centigrade in terms في مصطلح اصطلاح of design pressure ضغط التصميم because of propane pressure is higher than the pressure of butane and mixture. نقطه في الضغط التصميمي نحتسب الضغط على اساس انه المنتج فقط بروبان، ما نحسبه بال بي جي خليط البروبان والبيوتان، ولا نحسبه فقط بيوتان. شو نحسبه؟ حسبه فقط بروبان. ليش؟ لان قلت لكم سابقا انه الخزانات هذه ممكن مثلا في القاطرات ممكن يجي مره يقول لهم حملوا فقط بروبان، وممكن تجي مرة حملوا فيها LPG، وممكن تجي مرة حملوا فيها بيوتان. فإذا الخزان يجب أن يصمم على أساس أنه يتحمل أعلى الضغوط، وأعلى ضغط هو بالمن؟ هو الضغط الناتج عن الغاز الخفيف البروبان، خفيف فيكون ضغطه جدا قوي، ويحتسب عند درجة حرارة 65 اللي هي الحرارة التصميمية للبرودكت، فيحتسب ضغط البروبان عند 65 ويعتبر هو هذا الضغط التصميمي. ماشي؟ because of propane pressure is higher than the pressure of butane and mixture، وبالتالي راح يكون هذا هو السيفتي هنا، هذا الضغط هو يحقق لشروط السلامة. therefore ولذلك the design pressure has been set to 20.6 kilograms centigrade اللي هو هذا ضغط البروبان عند درجة 65 which is a vapor pressure، وهذا شو يمثل لي؟ vapor pressure ضغط البخاري of propane in this temperature عند هذه الدرجة الحرارية اللي 65 سنتيغريد. إذن الضغط البخاري للبروبان عند درجة 65 شي ساوي لي 22.6 كيلوغرام على السنتيمتر المربع. The design pressure for railway trucks، الضغط التصميمي لقاطرات الخزانات السكك القطار is 18.5 كيلوغرام سنتيمتر مربع. ليش؟ due to economic and distribution consideration to be suitable to transport propane at 55 centigrade or mixture of LPG at 65 to 70 centigrade. احنا قلنا الضغط منصممنا الضغط صممناه على اساس شنو؟ 22 صح ولا غلط؟ جاي من نجي للقطار ايش قد صممه؟ 18. شنو السبب؟ السبب لاغراض اقتصاديه،
يعني شلون نخليه مو 18 وينفجر؟ لا ما ينفجر. شلون ما ينفجر؟ هذا الخزان من راح يصممونه 18؟ عملية توزيع المنتج في داخله اكو في التصميم هندسي معين، هذه واحد. اثنين، النقل في القاطرات الى اوقات معينة، وبالتالي درجة يعني الحرارة مثلا يجوز بس بالليل ينقلون، فدرجة الحرارة راح تكون منخفضة مو مثل النهار. واضح؟ هاي كلها المن حتى يحسبوها حسابات اقتصادية، فيصير عندك الحرارة منخفضة فبالتالي يتحمل ضغط أعلى. بعد هذه المقطورات عادة تجهز من الأعلى بسقف إضافي يسمونه بالسن روف. شو يسمونه؟ سن روف، مثل المظلة إذا شايفينها الناقلات مال الغاز التريلات، تصير مثل الشمسية مظلة فوقها. فهذه وين تصير؟ تصير أشعة الشمس فقط على هذه، وبالتالي ما تصير تقع مباشرة على اليمن، على سطح الخزان، وخصوصا المنطقة اللي يكون بها الفيبر، المنطقة اللي يكون فيها الفيبر، لأن هو يرتفع ضغطه أكثر من السائل. وضحت هسه طلاب؟ فتصمم على أساس 55. شنو السبب؟ لأغراض اقتصادية بالدرجة الأساس. After selecting the design pressure، بعد أن يتم اختيار الضغط التصميمي، the testing pressure of tank، يتم عملية فحص testing pressure لهذا الخزان، is determined to be 1.5 مضروب في الضغط التصميمي. يعني دائما إذا تتذكرون بالأنابيب، تتذكرون بالضغط الضغط الهيدروستاتيكي أو الفحص الهيدروستاتيكي للأنابيب. نعم. قلنا الأنابيب دائما من يسوي لها فحص الضغط مالها، بيش يفحصونه، بيش قد قيمة الضغط مال الفحص؟ 1.5 ايش قد؟ 1.25 تقريبا، صحيح. بس عادة 1.5 بالأنابيب، أيضا يسوونه 1.25. ليش 1.25 بالأنابيب؟ هنا 1.5 صاد يعني، لأن الأنابيب بشكل عام على الأغلب أنابيب الغاز تكون مدفونة تحت الأرض. واضح؟ تكون مدفونة تحت الأرض، بينما هذه الخزانات تكون فوق الأرض معرضة لأشعة الشمس. وعموما في تضرب في 1.5 فيطلع برجر 3-4 كيلوغرام according to ASMEA اللي هو النظام الأمريكي. And in other system the testing pressure is said to be 1.3 design pressure. وفي أنظمة أخرى يستخدمون 1.3، وفي أنظمة أخرى يستخدمون 1.3. عموما بشكل عام هذا ليش الضغط النهائي راح يستخدمونه، أو عملية العفو عملية الفحص يستخدمونه بضغط أعلى من الضغط، يعني أعلى من الضغط التصميمي. فإذا هو يتحمل ضغط 34 فإذا أكيد هو بضغط 18 ما عنده مشكلة، أو بضغط 22 ما عندنا مشكلة. يعني ساعة الاختبار الضغط يضربون 1.5 بال 34 لشان؟ لا، يضربون مثلا قد هو الضغط التصميمي صار 22، يضربونه في 1.5 او 18. زين 34 ما شنو؟ يضربه في راح يصير ضغط الفحص. يعني الضغط لازم يكون يساوي 34؟ اي ضغط الفحص، لا مو شرط، مو يقول لك مرات هنا ممكن يكون 1.3 في انظمه اخرى. مثلا على سبيل المثال دول بارده في تركيا ما عندهم صيف مثل صيفنا، صحيح؟ في أوروبا ما عندهم صيف مثل صيفنا، فما يحتاج يسوي فحص في 1.5، يستخدم 1.3 كافي، ماكو مشكلة حسب الأنظمة الأخرى. إحنا النظام الأمريكي نعتمده، النظام الأمريكي الـ ASME يقول لا سوي فحص 1.5. ليش 1.5؟ لأن أمريكا تحتوي عندها في الجنوب على أجواء حارة جدا، يعني مناخها في الجنوب مشابه لمناخ العراق تقريبا، مناطق تكساس وش اسمه حرارة تكون مرتفعة بها توصل بالأربعينات، في بعض المناطق توصل بالخمسينات، أكو بعض المناطق حارة جدا وديان، عندهم في منطقة معينة يسمون بوادي الموت،
وادي الموت توصل فيه درجة الحرارة تقريبا بحدود يمكن بالثمانينات. ليش؟ فاكو مناطق عندهم تكون مرتفعة جدا. فإذا الضغط التصميمي هو يحصل على أساس البروبان عند درجة الحرارة في ناقلات القطار لأغراض اقتصادية يفترضوها 55. وذكرت لكم شنو الأسباب، أكو وسائل أمان يضيفونها سلامة، إضافة إلى أن النقل في العادة يكون في الليل. غير دول تستخدم فحص الضغط تستخدم فاكتر اللي هو 1.5، وبعض الدول تستخدم 1.2 حسب النظام المعتمد. احنا بالعراق نعتمد النظام الامريكي المشهور اللي هو الاي اس ام اي. واضحه طلاب؟ جيد. يبقى عندي تانك سبيسيفيكيشن، خصائص الخزان، هاي نتركها على المحاضره القادمه ان شاء الله. باكر عندكم امتحان ان شاء الله، باكر عندكم امتحان، فتبقى على المحاضره القادمه ان شاء الله. استاذ بس تاكيد على